احنا بالمحاضرة الماضية خلصنا بالكامل معاكم موضوع الفاينل امبريشن، وبعد الفاينل امبريشن احنا حضرنا اللي هو الماستر كاست. هسه على الماستر كاست بنحضر حاجتين، الحاجة الأولى اللي هي الريكورد بيز، وعلى الريكورد بيز احنا بدنا نحضر اللي هو الاوكلوجن ريمز او البايت ريمز اللي هي العضة الشمعية اللي بدها تيجي على الريكورد بيز. هنشوف شو أهمية الريكورد بيز وشو أهمية الأوكلوجن ريمس في إحنا تحضيرنا للكومبليت دينشر. تمام، إذا هون أنا بيجي عندي الريكورد بيز هو عبارة عن انتيرم دينشر بيز، هي عبارة عن قاعدة طقم مؤقتة نستعملها أساس هاي الريكورد بيز تحمل اللي بده يجي عليها الأوكلوجن ريمس اللي هو العضة الشمعية أو الارتفاع الشمعي، اللي هو راح يساعدنا او راح يكون لنا هدف اساسي بتسجيل الماكزيلا مانديبولر ريليشن شيب ريكوردز، اللي هو تسجيل العلاقه الاطلاقيه بين الماكزيلا والمانديبل. احنا هنا بنشوف ايش ريكورد بيز اللي هي قاعده التوكن، تمام، احنا نسميها انتيرم لانه هاي راح تكون ريبليز بالبيرمننت او الديفينيتيف دينشر بيز. هسه رايحين نشوفه مع بعض. برضه بنسمي احنا هاي الريكورد بيز عبارة عن دينشر بيز أو بيز بليت أو تريال بيز، لأنه كلها يعني إشي مؤقت. تمام، أنتوا لاحظوا إنه هي كثير قريبة من السبيشال تري، بس بفرق إنه السبيشال تري إلها هاندل، هذه ما إلها هاندل. سبيشال تري إلها هاندل لأن أخذت فيها الفاينل إمبريشن. السبيشال تري ما أجت على الديبث أوف سلكس، وهون الريكورد بيز لازم يكون موجود عندي على الديبث أوف سلكس. سبيشال تري الهدف تبعها على اساس انا اخذ منها الفاينل امبريشن، الريكورد بيز الهدف منها على اساس انها تشكل قاعده للاوكلوجن ريمس العضه الشمعيه اللي انا بدي اخذ على اثرها قياس العلاقه الاطلاقيه للمريض. تمام، طيب اذا احنا عرفنا الريكورد بيز، هسه بنيجي للاوكلوجن ريمس اللي هو العضه الشمعيه او الارتفاع الشمعي اللي بيجي على قاعدة الطقم. الهدف منه انه يعمل سيميوليشن ذا بوزيشن اوف ذا تيث، يحاكي اللي هو وضع الاسنان الطبيعي، لانه هذول الاوكلوجن ريمس الارتفاع الشمعي اللي رايح انا استفيد منه عده حاجات هسه بنحكي عنهم، من ضمنهم صفه الاسنان. تمام، اوكلوجن ريمس سلايتلي بالكر تو بروفايد اديشنال ستابيليتي ديورينج ريكورد ميكينج. ارتفاع الشمعي او العضه الشمعيه بنسميها احنا اوكلوجن ريمز او بايت ريمز او واكس ريمز. تمام، كل هذا الحكي احنا لازم يكون شويه سميك شوي اساس يوفر لي الثباتيه اثناء عمليه تسجيل العلاقه ريكورد ميكنج بين مين ومين، بين الماكزيلا والمانديبل during record making of maxilla mandibular relationship. تمام، كل هاي الامور هسه رايحين اتعرف عليها بشكل كتير واضح. طيب اذا انا عندي تكون عندي اللي هي الدينشر بيز قاعده الطقم، على الدينشر بيز بيجي عندي انا الاوكلوجن ريمس العضه الشمعيه هذا اللون احمر. تمام، بدنا نعرف ضروري نعرف هذول الرقمين الموجودين هون، انه ارتفاع العضه الشمعيه مع قاعده الطقم بالكامل بتكون about 22 ملم، وارتفاع العضة الشمعية الارتفاع الشمعي الاوكلوجن ريمس مع قاعدة الطقم على الفك السفلي بيكون تقريبا 18 ملم. هسه نفهمهم اكثر. شوفوا يا جماعة، بدنا نعتبر انه انا عندي هون اللون البينك اللي هون جاي عندي قاعدة الطقم الريكورد بيز، واللون الاحمر اللي هون جاي اللي هو الارتفاع الشمعي العضة الشمعية. بالمنطقة الأمامية لما انا باجي بقيس الارتفاع الهايت من اعلى نقطه بالعضه الشمعيه لاسفل نقطه بالريكورد بيز، تمام، بكون عندي 22 ملم. بالمنطقه الخلفيه بالبوستيريور تيث بتكون انا جاي عند الارتفاع كم؟ 18 ملم. بس نيجي هون هذا بالنسبه للهايت ارتفاع العضه الشمعيه مع الريكورد بيز. تمام، الويث طبيعي بمنطقه البوستيريور اريا لازم يكون عرض اللي هي هذا العضة الشمعية اللي أنا بدي أصف عليها الأسنان الخلفية 7 ملم. منطق يا أنس، بالمنطقة الأمامية لازم يكون أنا عندي عرض العضة الشمعية 4 ملم،
وخليني ارجع لكم لهي المعلومه اللي انا حكيت لكم اياها، اني انا بعمل خط بيمتد من الانسيسيف بابيلا انترسيكتنج بيمشي للامام لغايه الليبيال سيرفيس للانسايزال، هون مكتوب 7 بس هي حقيقه مش 7، هي بشكل عام اكثر شيء متداول من 8 ل 10 مليمتر. ذكرتوا هاي يا جماعه الارقام اللي كنت احكي لكم اياها انا؟ هذا بالنسبه للمجزله. بالنسبه للميجرمنت للمانديبولر اوكلوجر ريمز، بكون انا عندي هون نفس الشيء، هذا البينك كلر عند الريكورد بيز قاعده الطاقم اللي احنا تفرجنا عليها مع بعض، هون الارتفاع الشمعي، بكون الارتفاع بالمنطقه الاماميه 18 بالمنطقه الخلفيه بيجي تقريبا 16 ملم. الويث نفس الشيء، ويث يعني عرض الشمع بالمنطقه الاماميه، وين بيجوا انا عندي الانتيريور تيث بكون 4 ملم، وين بيجي عندي البوستيريور تيث بيجي عندي 7 ملم. ضروري هاي الارقام يا جماعه احنا كثير نعرفها ونحفظها، هاي ضروريه جدا، يعني هاي ارقام ثابته ما فيها تغيير. طيب اذا احنا هسه اجي انا عندي الريكورد بيز او التريال بيز او الدينشر بيز القاعده اللي بده يركب عليها الشمع، لما باجي انا بحط الشمع الارتفاع الشمعي على الفك العلوي على الريكورد بيز المكسيلري ريكورد بيز، لازم يكون يا جماعه اراعي اني انا بدي يكون عندي اوفر جيت من 1 ل 2 ملم، يعني لازم يكون ايش ماله المكسيلري ريم جاي سلايتلي فيشل، جاي بارز للامام، بروز للامام بده يعمل لي حاجتين، اول شيء بده يعمل لي سبورت للليب اللي انا صار عندي الليب صار فيها ديبنس دخلت للداخل بسبب فقدان الاسنان، بده يعمل لي كمان كومبنسيشن للريج ريزوربشن، مش انا صار عندي بسبب فقدان الاسنان ريج ريزوربشن، انا بعمل هنا بالكنس بالماكسيلري ريم من الفيشل سيرفيس بكون سلايتلي فيشل جاي له. تمام جميل. بالنسبه للمانديبيولر اني شوفوا هنا اللون الابيض اللي هو شو جاي انا عندي هنا ريكورد بيز، مضبوط الحكي اللي هو قاعده الطفل، الاحمر اللي هون اللي جاي انا عندي العضه الشمعيه الشمع اللي انا بركبه على الريكورد بيز. ضروري سواء احنا بنحكي على الماكزيلا او على الماندبل ان الاوكلوجي الرمس يجي سنترلايزد، يجي على السنتر اوف ذا اليفيولار ريدج، لان اذا ما اجى على السنتر انا صفه الاسنان تبعتي اما بتكون تلتد اما بكلي او بالاتالي على الفك العلوي او لينجولي على الفك السفلي، اذا انا الاوكلوجي الرمس لازم يكون جاي على السنتر اوف ذا ريدج، منا بيامن لي ماكسمايز الاستابيليتي، ومنها كمان بيعمل لي انه صفه الاسنان بتكون جايه اللي هي الفوسه تبعت الاسنان جايه على السنتر اوف ذا ريدج. بالنسبه للفك السفلي ارتفاع العضه الشمعيه على الفك السفلي كارتفاع انا بحكي لازم يجي من نص لثلثين ارتفاع الريترا مولار باد. جميل، يعني انا عندي هون الريترا مولار باد اللي هي الوساده خلف الرحويه اللي تيجي خلف الاضراس، الارتفاع الشمعي ارتفاع كارتفاع لازم يكون جاي لنص او ثلثين الريترا مولار باد، الريكورد بيز بيغطيها بالكامل الريترا مولار باد، لكن الارتفاع الشمعي بيجي من نص لثلثين اللي ايش الريترا مولار باد. وضحت المعلومه؟ طيب هسه بدنا نعرف مع بعض requirements of record base. الريكورد بيز اللي انا بدي استعمله للمريض ايش هم المتطلبات اللي لازم تكون موجوده عنده requirements، انه لازم يكون ثابت بشكل مناسب والادابتد ما يكون فيه اي روكينج، انه يكون ستيبل اور اتنتيف بالماوث، انه يكون ريجيد ودايمنشنالي ستيبل، طبعا لازم يكون انه الريكورد بيز صلب عنده ثباتية أبعاد عالية جدا ما يصير تغير بثباتية الأبعاد، no more than 1 mm thick on the crest and facial slope of ridge. إنه الريكورد بيز لما أنا باجي بعمله عند الكريست أوف ذا ريدج، تمام نرجع للريكورد بيز، هذا الريكورد بيز اللي هو الأبيض لازم يكون السماكه تبعته اللي جايه على كريست اوف ذا ريدج، سماكه الريكورد بيز انا عمالي بحكي، والسماكه اللي جايه عند الفيشل اسلوب واللينجوال اسلوب لازم تكون اقل او مش اكثر من 1 مليمتر. ليش؟
لان اذا كان بهاي المنطقه سميك اللي هو عند الكريس اوف ذا ريج وعند السلوب اوف ذا ريج، هاي السماكه راح تخفف من ايش؟ من ارتفاع العضه الشمعيه، بالتالي انا راح يصير عندي مشكله بصفه الاسنان. اذا لازم احفظ هاي المعلومه انه الثيكنس للريكورد بيز بمنطقة الكريست وبمنطقة الفيشل سلوب مش لازم تكون أكثر من 1 مليمتر، على أساس أنا العضة الشمعية اللي بدي أحطها تكون مناسبة لصفة الأسنان. The border should be developed in the same manner as border to the finished dentures، اللي هو إنه حدود هذا الدينشر بيز لازم تكون نفس حدود اللي هو الديفينيتيف فينش دينشر، اللي هو نفس حدود الطقم النهائي، انه هذا هو الدينشر بيز اللي بده يتحول للديفينيتيف بيرمننت دينشر بيز للمريض. All surface that contact lips, cheeks and tongue should be smooth, polished and rounded borders. كل حدود الدينشر بيز اللي تكون على اتصال مباشر مع اللبس والتشيكس والتنج لازم تكون ايش مالها؟ ناعمه، مصقوله، راوندد، وما فيها اي شارب ايدجز او ما فيها اي رفلينج. جميل. الريكورد بيز ليش لازم يكون عندي الاستابيليتي والريتنشن لإله؟ required for recording, record making and phonetic takes test ensure that the rim is well adapted. Alternating finger pressure on both sides of each rim should not elicit choking, inaccurate if loose. إذا هاي المشاكل إذا ما كان عندي denture base stable في خاصية stability عالية وريتنشن عالية أثناء ما بحطه أنا بفم المريض وبحط عليه الارتفاع الشمعي وببلش أنا أسجل بالعلاقة الإطباقية وببلش أنا كمان أستعيد بالفيشل كونتور، راح يسبب لي كل هاي المشاكل، إنه راح يكون عندي مشكله بلفظ بنطق الاحرف، مش رايح اني انا اقدر اسجل العلاقه الاطباقيه بشكل مناسب. طب شو الحل؟ اني انا بعود بعمل دينشر بيز توايس اجين، ان يكون عندي ويل ادابتد مع ويل ريتنتيف. طيب كوز فور بور ريتنشن، طب ليش انا من الاساس لما حضرت الريكورد بيز كان عندي بور ادابتيشن؟ اما انا بكون اثناء عمليه البلمره لما انا حضرت الريكورد بيز مثلا من السيلف كيورد اكريليك اللي هو المونومير والبوليمير، صار انا عندي مشكله اثناء عمليه البوليمرايزيشن، اثناء عمليه الميكسينج ما بين الليكويد وما بين البوليمير الباودر. اما انا عملت الريكورد بيز اما اوفر اكستندد او اندر اكستندد، او انا عامل اكسسيف بلوك اوت. اذا هاي الثلاث اسباب تؤدي لي لبور ريتينشن. اذا ضروري جدا لما احنا بدنا نحضر الريكورد بيز نكون واثقين انه هذا الريكورد بيز اللي حكينا عنه الريكويرمنتس اللي لازم نحصلهم، اللي هي ادابتد، ريتنتيف، ستيبل، ريجيد، وكل هاي المواصفات اللي احنا ذكرنا عنهم. جميل. طيب ايش المواد اللي احنا ممكن نستعملهم لتحضير الريكورد بيز قاعده الاطفال؟ هسه اذا بدنا نتكلم عن الدينتشر بيز اللي هي التمبوراري، شو يعني تمبوراري؟ انه هذا الدينتشر بيز راح يصير له ديسكاردد وريبليز باي بيرمننت دينتشر بيز ماتيريال بعد ما بخلص انا من الوظيفه اللي بده يعمل لي اياها التمبوراري دينتشر بيز اللي هي الماكسيلا مانديبولار ريليشن شيب ريكوردز، اللي هي تيث ارينجمنت، اللي هي جلسه التراي ان. بعد ما خلصت انا من هاي المهام انا بستبدل التمبوراري ل البيرمننت الديفينيتيف دينتشر بيز. شو المواد اللي ممكن انا احضر منها بيرمننت دينتشر بيز؟ الماده الاولى اللي هي الشيلاك، الماده الثانيه السيلف كيورد اكريليك اللي هي الاوتو بوليمرايزنج اكريليك ريزم، الماده الثالثه اللي هي البيز بليت مش كثير احنا بنفضل نستعملها. مش شو بنفضل نستعملها؟ اللي موجود انا عندي هون بالصوره اللي هي لايت كيورد اكريليك، تمام، اللي احنا حكينا عنها كثير اللي هي ذا موست بريفيرابل. والنوع النوع في كمان عندي نوع اللي هو فاكوم فورمد فينيل اول بوليسترين، تمام. اكثر شيء يستعمل اما السيلف كيورد او اللي هو اللايت كيورد اكريليك ريزم، تمام. هسه نيجي ل البيرمننت الدائم، اللي هو شو يعني؟ اللي انا خلص سلمته للمريض كامل. اكثر شيء مستعمل اللي هو الهيت كيورد اكريليك ريزم، اللي هو اللي يصير له
عملية الأكريل الحامي البلمرة بالحرارة، تمام؟ هذا اللي هو الكتير الدارج أو المستعمل اللي هي تكيود أكريليكريزم. ممكن إحنا نستعمل تكون القاعدة الدائمة عبارة عن جولد ألوي. ممكن المريض عنده حساسية مثلا لمادة الأكريل، تمام، أو ما بده يتقبل إنه يكون عنده أكريل، وإحنا حابين نعمل له مثلا إشي في بايو كومباتيبلتي عالية جدا، وبنعرف إن الجولد ألوي من ضمن المعادن اللي بتعمل لي توافقية عالية مثلا. وفي مواد ممكن نستعملها زي كروم كوبالت ألوي أو كروم نيكل ألوي، يكون أنا عندي اللي هو ديفينيتيف دينتشر بيز للطقم النهائي. إذا إحنا معكم تعرفنا على أنواع، إيش معنى الريكورد بيز، شو المواد اللي ممكن نصنع منها الريكورد بيز، وشو أهمية الريكورد بيز، انه من ضمن الاهميه تبعته انه بده يعمل لي يحمل البايت ريم او الواكس ريم، اللي على هذا الواكس ريم اللي هي العضه الشمعيه رايح انا اعمل الوظائف التاليه. نيجي هسه للاوكلوجر ريمز، بنسميه اوكلوجر ريمز او بايت ريمز او ريكورد ريمز. هي عباره عن هذا العضه الشمعيه اللي انا وين بركبها، وين بعملها ادابتيشن على الريكورد بيز. أهمية واستعمالات الأوكلوجر رامس، رقم واحد ديترمينيشن اوف ليب سبورت، هسه رايحين نيجي نتكلم عنهم كلهم بتفاصيل. الارتش فورم، لين اوف اوكلوجن، تيث سايز اند بوزيشن، كونتور اوف ذا بولished سيرفيس، ترانسفير جو ريليشن، ارينجمنت اوف تيث. تمام، بشكل سريع معلش خليني اشرح لكم اياهم قبل ما نجيهم، اللي هو راح يعمل لي دعم له الليب سبورت، مش انا عندي بعد ما فقدت الاسنان صار انا عندي ديبنس لا اللثه لا الداخل وهدلت عندي اللثه، فانا بدي اعود ارجعها لوضعها الطبيعي، يعني انا بدي اعود اعمل ريستور للفيشل كونتور. الارتش فورم ضروري اني انا حسب نوعيه الارتش الموجوده لهذا المريض يكون انا موجود عندي اللي هو الاوكلوجن ريمز، اذا كان عنده يو شيب سكوير شيب او في شيب. لين اوف اوكلوجن، هسه انا بدي ارجع اسجل السطوح الاطباقيه للمريض، هي السطوح الاطباقيه شو راح تفيدني؟ كيف انا بدي اعرف ارتفاع الاسنان اللي انا موجود عندي؟ بناء على ايش؟ طول الاسنان، طب هذا طول السنه بدي استعمله 10 ام ام 12 ام ام اقل اكثر، هذا بناء على السطوح الاطباقيه. تيث سايز اند بوزيشن اللي هو حجم وين بده يجي موقع السن بالضبط. كونتور اوف ذا بوليش سيرفيس، ترانسفير تسجيل العلاقه الاطباقيه بين الماكسيلا والمانديبل، وصفة الأسنان. هذه كلها وظائف الأوكلوجر ريمز. هسه بنيجي للجو ريليشن، عشان نتكلم عن الجو ريليشن اللي هي علاقة الماكزيلا بالمانديبل، لازم إحنا مع بعض نعرف هاي المفاهيم الأساسية بعلم الإطباق. في عندي الأول هو اسمه ريست بوزيشن، فيزيولوجيك ريست بوزيشن بي آر بي. في عندنا المفهوم الثاني انتركسبال بوزيشن، ماكسيموم انتركاسبيشن، سنتريك اوكلوجن، توث بوزيشن. والمفهوم الثالث سنتريك ريليشن، اللي هو بيكون هذا عباره عن علاقه جو تو جو، ليجامنتوس بوزيشن، بوستيريور بوردر، ريترودد كونتاكت بوزيشن. بهاي المحاضره هاي المفاهيم رايحين نفهمهم بالكامل ونشيك عليهم بتفاصيل كامله. نيجي للمفهوم الاول فيزيولوجيك ريست بوزيشن. شو المقصود بالفيزيولوجيك ريست بوزيشن؟ انه انا بكون عندي الفيرتيكال والهوريزونتال بوزيشن للمانديبل بوضع الاسترخاء، يعني المريض ما عامل شد عضلي ولا عامل فانكشنال موفمنت، هو عنده المريض انه عنده المانديبولار موسكولاتور ريلاكسد، المريض بيكز على اسنانه بشكل هادي جدا بدون ما يعمل اي شد عضلي، بدون ما يعمل اي توتر عضلي. تمام، بشرط ان يكون المريض كيف ماله بوضع مستقيم ابرايت بوزيشن، ما يكون سوباين مستلقي للامام للخلف عفوا، او انه تلتد للامام. اذا هذا هو الفيزيولوجيك ريست بوزيشن. When the mandible is in the rest position, there is a space between the occlusal surface of the teeth which is known free wee space. هسا انتم على فكره كلكم تقدروا تعملوا كالتالي، ان انتم بكل هدوء تطبقوا على تسكروا بحيث انه شفايفكم يا دوب يصيبوا بعض، ان ما يكون عندكم تطابق بين اسنانكم، ما يكون انتم عاملين اي جهد او شد عضلي. تمام، وترجعوا مثلا
تضغطوا على اسنانكم بوضع انه انا يكون عندي ماكسيموم انتركاسبيشن، يعني انه انا عندي في كلوز الكونتاكت بالكامل. تقدروا انتم تقيسوا هاي المسافه ما بين الوضع الاول الفيزيولوجيك ريست بوزيشن وما بين الوضع الثاني اللي هو لما كان عندي ماكسيموم انتركاسبيشن، راح تكون عندنا المسافه 2 ل 4 مليمتر. بالمختبرات رايحين نعمل لكم ان شاء الله هذا الموضوع، ان نقيس لكم المسافه بوضع الريست والفارق ما بينهم ما بين لما انا صار عندي ماكسيموم انتركاسبيشن، هو الاطباق يعني كونتاكت في اتصال اطباق كامل بين الاسنان. هسه ليش طلعت انا عندي 2 ل 4 مليمتر؟ شو راح نسميناها؟ The space is wedge shaped على شكل الاسفين. شو يعني هذه المسافه على شكل الاسفين؟ لو من المنطقه الاماميه بتكون تقريبا المسافه 4 مليمتر، تضيق بالخلف لما تصل تقريبا ل 2 مليمتر. سمينا هاي المسافه فري وي سبيس او انتر اوكلوزال ديستانس، اللي بتكون الفارق ما بين وضع المريض او وضع الانسان بشكل عام، وضع الراحه بالريست بوزيشن، والفارق لما بيجي بيضغط على اسنانه بالكونتاكت ماكسيموم انتر كاسبيشن. تمام. اذا هون حكينا لكم انه يا دوب عندي انا الشفايف بكونوا لامسين بعض، لبس بيرلي تاتشنج ايتش اذر، من الداخل ما في تطابق بين الاسنان، سواء حكينا عن نيتشرال تيث بالوضع الطبيعي او حكينا على ايش، على الاوكلوجر ريمز اللي هي الارتفاع الشمعي بوضع الكومبليت دين. لما بدي اعمل كومبليت دينشر ما بيكون بيناتهم ايش ماله اي كونتاكت اي تماس، هذا اللي احنا بنسميه فيزيولوجيك ريست بوزيشن. تمام. فيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن اللي هو لما بكون انا عندي الفي دي او، وضع الاطباق لما المريض بيضغط على اسنانه بصير انا عندي ماكسيموم انتركاسبيشن. تمام. في حالتنا احنا مع مرضى الدينتشرز لما بكون في تماس ما بين الاوكلوجر ريمس الماكسيلاري مع الاوكلوجر ريمس المانديبولار بحيث بيناتهم تطابق كامل. The distance between two selected point or related to the maxilla and related to the mandible when the upper and lower teeth in contact. هاي المسافة بدها تكون 2 ل 4 مليمتر. هسه بشرح لكم اياها بشكل اوضح شوي. طيب شوف هاي الصورة يا جماعة. OVD OVDO نفس المعنى. Occlusal vertical dimension, wrist vertical dimension. شو باجي انا بعمل؟ باجي بعمل انا نقطتين تو دوتس. نقطة بتكون على الفك الثابت اللي هو الماكسيلا، ونقطة بتكون على الفك المتحرك اللي هو المانديبل. وبقيس المسافة بيناتهم في مقياس خصوصي اسمه بولي جيج، بقيس المسافة. بدي افترض انه هاي المسافة اللي كانت بيناتهم، خلينا نفترض انه طلعت عندي 24 ام ام، تمام؟ ما بين هذول المسافتين. لما باجي انا بطلب من المريض يطبق اسنانه على بعضهم او يطبق الاوكلوجر ريمس في حاله فقدانه للاسنان، راح تقصر هاي المسافه من 2 ل 4 ملم، وهي المسافه اللي احنا سميناها فري وي سبيس. نفس الشيء نقدر هذا الحكي احنا كل حدا يطبقه على حاله او يطبقه على اي حدا بيعرفه، تمام، انه يعمل نقطه على اسفل الانف، تمام، ونقطه على الذقن، بيقيس المسافه بيناتهم بوضع الاسترخاء بوضع الراحه، يسجل عنده الرقم، لو حتى يعني جربها مثلا مبدئيا بالمسطره ما في مشكله، وبعدين يطلب انه يطبق اسنانه على بعضهم، سجل هاي المسافه، راح يحس انه بعد الاطباق قلت هاي المسافه من 2 ل 4 ملم اللي احنا سميناها فري وي سبيس او انتر اوكلوزال ديستانس. كل شيء واضح لحتى الان يا جماعه؟ الريست بوزيشن، الريست بوزيشن في له عوامل بتاثر عليه احنا سميناها شورت تيرم فاريبلز، عوامل بتاثر على انه يتغير الريست بوزيشن. من هاي العوامل اذا المريض كان بوضع الاستلقاء الريست بوزيشن راح تقل، اذا المريض عنده حنى راسه للخلف راح تزيد، اذا امال راسه للامام راح تقل. انسيرشن اوف لور دينشر او ريكورد بلوك، اذا احنا عملنا سلمنا اللور دينشر او ريكورد بلوك راح تزيد اللي هي الفيرتيكال دايمنشن اوف ريست. في حالة التوتر عند المريض بتقل الفيرتيكال دايمنشن اوف ريست. إذا صار عنده آلام معينة أو أوجاع معينة بتقل الفيرتيكال دايمنشن اوف ريست. في أدوية، في بعض أنواع الأدوية بتزود عنده المسافة في الفيرتيكال دايمنشن اوف ريست، وفي بعضها بتقلل.
إذا هون هاي العوامل اللي احنا بنسميها الشورت تيرم فاريبلز، يعني متى ما راح المؤثر، متى ما راح العامل، بيرجع الفيرتيكال دايمنشن اوف ريسك لوضعه الطبيعي. لكن في عندنا عوامل ممكن انها تعمل تأثير احنا سميناها لمدة زمنية أطول، لونج تيرم فاريبلز، اللي هو إذا أنا كان عندي المريض عنده الطقم لابسه لمدة زمنية طويلة وما صار إصلاح لهذا الطقم، ليش ما صارش إصلاح لهذا الطقم؟ لأنه الطقم مع المدة شو راح يعمل؟ بون ريزوربشن، ورايح عنده الأسنان اللي هي الارتفيشال تيث، شو راح يصير لها؟ راح يصير لها ايروجن وابريجن، نحت وسحت بهاي الأسنان، فبالتالي راح ينقص عنده البعد العمودي، هذا راح يأثر على vertical dimension of rest. هذا في حال انه ما كان مثلا دائما بيتابع الطبيب، والطبيب عماله بيتفقد له او بيعمل تشيك اب على ال vertical dimension of rest و vertical dimension of occlusion، راح تعمل عنده مشكلة بال vertical dimension of rest ال VDR. تمام، لانه المانديبل في هيك حالة راح يصير انه يعمل تأقلم، وراح يقرب يصير كلوزر البوزيشن تبعه على الماكزيلا. تمام، بالنسبة للشباب اللي هو اليونج بيشنتس، بكون عندهم البوسيبيليتي انهم ريكفر الفيرتيكال دايمنشن اوف ريست افضل من اللي هو الالدر بيشنت. تمام، اللي هي يعني استعادة الفيرتيكال دايمنشن اوف ريست لوضعها الطبيعي، بكون عندهم القابلية او الادابتيشن الريبروديوسابيليتي لهم افضل بكثير من الالدر بيشنتس. اذا احنا عرفنا شو معنى الفيرتيكال دايمنشن اوف ريست، لما بكون انا عندي العضلات بوضع الاسترخاء، المريض ريلاكس، طبق اسنانه ما لمسوا بعض، يا دوب الشفايف لامسين بعض بصعوبه، هيك احنا بنكون حصلنا على الفي دي ار. طيب الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن اللي هو مرحله الاطباق الكامل، سنتريك اوكلوجن، انتر كاسبال بوزيشن. The intercuspal position is the vertical and horizontal position of the mandible in which maximum closer contact occurs. لما بكون أنا عندي الإطباق من جميع الجهات، تمام؟ بحالة مرضى الطقم the intercuspal and centric relation position should coincide. في حالة مرضى الأطقم لازم يكون عندي السنتريك أوكلوجن الانتركاسبال بوزيشن مع السنتريك ريليشن، مش مع الفيزيولوجيك ريست اوف بوزيشن الفي دي ار، مع السنتريك ريليشن لازم يكونوا ايش مالهم متطابقين. هسه بنفهم شو يعني السنتريك ريليشن. هسه السنتريك اوكلوجن القصد فيها اللي هو علاقه الاسنان بالاسنان، توث تو توث ريليشن، لكن السنتريك ريليشن اللي هي العلاقه المركزيه، اي ما الها علاقه بالاسنان، يعني سواء انا الاسنان موجوده عند المريض او مش موجوده، هاي السنتريك ريليشن ثابتة ما بتتغير، وهي تعتبر لأن السنتريك ريليشن يشملها مرجعية اللي أنا دائما أرجع لها وأستفيد منها بتسجيل العلاقات الإطباقية. هي بتكون when the condyle at the most anterior superior position، لما بكون عندي وضع الكوندايل ب at the most anterior superior position بنسميها centric relation. بالتالي centric relation is independent of tooth contact، مستقل ما له علاقة ب اطباق الاسنان مع بعضهم. تمام، this position is clinically discernible when the mandible is directed superior and anteriorly. تمام، وهذا الشيء كثير مهم اثناء حركة المانديبل superiorly و anteriorly. It is restricted to a poorly rotary movement about the transfer حوالين الهوريزونتال axis. الحين السنتريك ريليشن، ليش انا بتهمني السنتريك ريليشن؟ السنتريك ريليشن في كثير من الحالات المريض ما بيقدر، حتى لو احنا بلشنا نسجل له بالعلاقه الاطباقيه، ما بيقدر يعمل العلاقه الاطباقيه، يعني يضغط الاسنان على بعض بالشكل السليم. ممكن اثناء العلاقه الاطباقيه يدفع الفك السفلي للامام، يرجع الفك السفلي للخلف، ممكن يصير العكس. فانا راح استفيد من السنتريك ريليشن، تمام، لتسجيل العلاقه للاطباقيه للمريض بشكل سليم. ليش؟ لان هذه علاقه ثابته لا تتغير وما لها علاقه، الاسنان ظلوا موجودين او فقدوا الاسنان. طبعا موضوع السنتريك ريليشن موضوع كثير يعني تفصيلي، بموضوع الدنتال اوكلوجن رايحين تتعرضوا له بشكل كثير اوضح وبشكل كثير تفصيلي. تمام، اذا السنتريك ريليشن كان بي ثوت از ا تريتمنت بوزيشن، يعني هذا بالنسبة لي كثير
كثير بشكل لي ناحية علاجية خصوصا لمرضى الأطقم. متى أنا ممكن أستفيد من السنتريك ريليشن اللي هي علاقة الكوندايل اللي بتكون في ذا موست، شو حكينا عنها يا جماعة؟ ذا موست سوبيريور انتيريور بوزيشن. نحفظ هذا الشيء انه السنتريك ريليشن بيكون عند الكوندايل في ذا موست انتيريور سوبيريور بوزيشن. جميل. متى انا بستفيد منها؟ حتى ممكن انا استفيد منها بالوضع اللي مش بس بالكومبليت دينتشر. كيف يعني؟ انا بدي احضر اسنان لمريض فيكس ذا بروستيزز مثلا، او بدي احط له سرعات اماميه، تمام؟ اكتشفت انه ما في عنده سنتريك ستوب بالاضراس الخلفيه، ما عمالهم بيضغطوا على بعض، تمام؟ يعني فقد الاطباق الخلفي. طب في هيك حاله كيف انا بدي اسجل العلاقه لإله صح؟ كيف بدي اعرف انه المريض عماله بيضغط صح على اسنانه بلا ما يعمل لي بروترودد للماندبل او ريترودد للماكزيلا او يعمل لي مثلا عضه معكوسه كروس بايت؟ برجع عمل السنتريك ريليشن، تمام؟ هاي بنقدر احنا نسجلها عن طريق مانيوال ميثودز. احنا كيف احنا نطلب المريض بوضع الاسترخاء يكون برجع الفك السفلي بوضع بدون ما احنا نعمل عليه قوه او بريشر، هو برجعه لوضعه الطبيعي. طب انا بدي مثلا بدي اعمل فول ماوث للمريض، مش دينشر، مش كومبليت دينشر، بدي اعمل انا فول ماوث بروستيزز يعني جسر كامل للمريض علوي وسفلي. كيف انا بدي اعرف الاطباق تبعه الصحيح؟ لوين برجع؟ شو مرجعيتي بتكون؟ السنتريك ريليشن، تمام؟ اذا السنتريك ريليشن لإلي مهمه مش بس فقط في حالات الكومبليت دينشر بل في حالات ثانيه. السنتريك ريليشن يعتبر هو نون باثولوجيك ناتشرال اوكلوجن، تمام؟ حتى بوجود انا عندي بوستيريور سنتريك ستوبس اللي هي انه انا عندي الاضراس الخلفيه قادرين يعني يكزوا على بعض بشكل سليم. في بعض الحالات لما انا بدي اعمل بعض الحشوات او بعض التلابيس انه هاي ريستوريشن شود بي ميد ان ماكسيموم انتركاسبيشي، لازم تكون انعملت بوضع الاطباق الكامل على اساس اني انا بكون مرجعيتي السنتريك ريليشن. طيب اهميه السنتريك ريليشن، ريزون فور يوزنج سنتريك ريليشن ان ايدينشال بيشنتس. اول شيء الارتفيشال تيت ار بيست تو اوكلود ايفنلي ات سنتريك ريليشن. هذه المعلومه بدي اركز عليها منيح، انه مريض الاطقم لازم يكون عنده الاسنان عاملين اوكلوجن، عاملين كونتاكت بالسنتريك ريليشن وبالسنتريك اوكلوجن، اذا لازم يكون انا عندي كونسايد. لكن يا جماعه بالناتشرال تيث احنا اللي عندنا الاسنان الطبيعيه ما في مشكله انه ما يصير تطابق ما بين لما احنا بنطبق على اسناننا بالوضع الطبيعي بالسنتريك اوكلوجن وما بين السنتريك ريليشن المركزيه تبعتنا. لكن مريض الطقم لازم شو يصير عنده يا جماعه؟ كوينسايد، تطابق كامل ما بين السنتريك ريليشن وما بين الاسنان اللي بعضهم بالسنتريك اوكلوجين. كونديوسيف تو هيلث نون باثولوجينيك، انه هذا طبعا مفيده لا اللي هي السنتريك ريليشن مفيده لصحه المريض، نون باثولوجينيك ريلاتيفلي ريبيتابل ريبروديوسابل اوفر ا بيريود اوف تايم، انه هاي يعني ما بنفقدها دائما. السنتريك ريليشن فيها ريبروديوسابيلتي عاليه، ريبيتابيلتي تبعتها عاليه، دائما موجوده. So the patient can find a stable occlusal contact easily. لو افترضنا انه المريض بعد فتره صار عنده سحب او نحت بالارتفيشال تيث وفقد عنده الاوكلوجن الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن، تمام؟ انا لوجود السنتريك ريليشن اللي دائما بتضل ثابته ما بتتغير برجع بعدلهم بالوضع الطبيعي. A hinge position allows changes in vertical dimension easily and so the patient can find a stable occlusal contact easily اللي حكينا احنا عنه. A relatively symmetrical position هي متجانس، هذا اللي هو eccentric relation. Avoids muscle strain which might occur in extrusive position. يعني اذا احنا بس بنطلب المريض انه ما يعمل اللي هي الحركات التداخليه مش بحركات الاوكلوجن. برضه the position is independent of presence or absence of teeth، حكينا انه هاي central relation هي عباره عن اطباق مركزي ما له علاقه سواء الاسنان موجوده او مش موجوده، يعني انا central relation بتضل عندي ثابته. If centric relation and centric occlusion of artificial tooth don't coincide, there is an instability of denture. إذا ما كان عندي وضع الأسنان لمريض الطقم في تطابق ما بين السنتريك أوكلوجن ما بين السنتريك ريليشن راح يصير عندي ديسكومفورت عدم راحة للمريض، راح يصير عندي بين ألم،
يصير عندي انستابيليتي اوف دينشر. اذا وضع السنتريك اوكلوجن والسنتريك ريليشن شو لازم يكون؟ لازم يكون متطابقين مع بعضهم. جميل. هسا اذا احنا بلشنا بدنا لما حطينا الريكور بيز وعليه الاوكلوجن ريمس بدنا نعمل استابليشنج لهاي الامور. استابليشنج ليبيال فورم اوف ريمس، يعني احنا بدنا نستعيد الوضع الجمالي للمريض. استابليشنج ذا اوكلوزال بلين اساس نقدر نحدد ارتفاع الاسنان اللي بدنا نستعملهم للمريض. استابليشنج فيرتيكال جو ريليشن، نستعيد البعد العمودي للمريض لما اللي صار عنده فقدان بسبب فقدان الاسنان. استابليشنج اند ريكوردينج اوف سنتريك جو ريليشن، نستعمل الفيس بو ترانسفير اكثر شيء، هذا احنا بنتكلم عنه بالمختبرات. سلكشن اوف ارتفيشال تيث، اختيار الاسنان الصناعيه. اذا aimed at establishing the anterior posterior position of the teeth and the aesthetic of the lip and face. The apparatus used the following guides: facial aesthetic, phonetic guidelines, incisive papilla guide. إذا إحنا لما بدنا نعمل على استعادة الليبيال فورم اللي هو اللثة أو الشفة، عفوا الشفة اللي عندي هدلت، اللب اللي عندي هدلت بسبب فقدان الأسنان، رايح أنا أستعيدها بإني أنا أستعمل هاي الجايدز: facial aesthetic, phonetic guidelines اللي هي انا بطلب من المريض يحكي بعض الاحرف او ينطق بعض الاحرف اساس اتاكد انه صارت عنده سليمه، والانسيسيف بابيلا جايد اللي حكينا عنها انه انا بعمل خط انترسكشن ما بين الانسيسيف بابيلا لغايه الفيشل لاين او الليبيال لاين للانسايزر بتكون من 8 ل 10 مليمتر. هسه بنجيهم الفيشل اللي هي رقم واحد، فيشل استيتيك، شو المقصود فيها؟ الفيشل استيتيك لازم انا انتبه للفولنس اوف ذا ابر ليب، الفلترم، النازوليبيال فولد، والكوميشور اوف ذا ماوث. بهاي الصوره عندي انا الوضع اوضح شوي. انه ذا بيست اناتوميك جايد تو ايد ان ديتيرمينينج ذا بروبر كونتورينج اوف ذا انتيريور سيكشن اوف ابر اند لور اوكلوجن ريمز هو، لازم يكون انا عندي شيء اسمه هنا النازوليبيال سلكس، اللي انا يكون عندي هون ما يكون ديب، لانه بحاله فقدان الاسنان هذا السلكس النازوليبيال بصير له ديبنس عالي. منتو ليبيال سلكس برضو اذا المريض بيفقد اسنانه بصير عنده ديبنس لهذا السلكس. تمام. الفلترم في حاله فقدان الاسنان بصير عنده هنا فولتس ورينكلز، ثنيات وتعرجات. وبرضه انا بيجي عندي هنا موضوع الكوميشور اوف ذا ليبس اللي هي اللي عند الكورنر اوف ذا ماوث. هاي الفيشل لما انا بحط الاوكلوجر ريمس للمريض بدي اتاكد انها رجعت لوضعها الطبيعي. اذا لسه ما رجعت يعني بده انا اضيف واكس على العضه الشمعيه، بضيف واكس عبين ما انا احصل هاي الميزات السليمه. مثلا لازم يكون عندي شيء اسمه نازوليبيال انجل اللي هي الزاوية ما بين النازوليبيال تكون 90 درجة. إذا كانت أقل من 90 درجة شو بكون أنا عندي؟ بكون أنا ضايف واكس بزيادة، فبالتالي أنا بشيل الواكس. إذا كانت أكثر من 90 درجة بكون أنا لازم إني إيش مالي؟ أضيف واكس. تمام؟ هاي اللي هي الفيشل استيتيك اللي أنا بقدر ولسه أنا الشمع موجود عندي أرجع الفيشل كونتور للمريض لوضعه الطبيعي، لأنه المريض فقد هاي الفيشل مانيفستيشنز عنده لما فقد اسنانه. تمام. في عندي شيء اسمه البكال كاريدور. البكال كاريدور اللي هو عباره عن المسافه اللي جاي ما بين البكال سيرفيس للبوستيريور ما بين السطح الداخلي للتشيكس، لازم انا اتاكد انه انا حصلت البكال كاريدور اثناء وجود ايش؟ العضه الشمعيه للمريض. اذا كان عندي اكسسيف باكال كاريدور راح يصير انا عندي داركنس بهاي المسافه وراح يعطيني وضع ايش ماله غير جمالي. نيجي هسه للاوكلوزال بلين اللي هو السطوح الاطباقيه. السطوح الاطباقيه استابليش اوكلوزال بلين يوزنج ذا ماكسيلاري اوكلوجن ريمز، رايحين نستعيد السطوح الاطباقيه اللي هي كيف العضه السليمه للمرضى وكيف بدي اعرف انا طول الاسنان. نعمل احنا اوكلوجن ريمز على الماكسيلاري اوكلوجن ريمز، نعمل كمان من ديبولار اوكلوجن بلين. تمام. اذا الهدف من الاوكلوجن بلين انا بعمل استابليشنج للسوبيريور انفيريور بوزيشن اوف تيث،
ان ريليشن تو بيزال بون، يعني انا بدي اعرف طول السم تمام، وبدي احدد تو ديتيرمين ليفل اند سلانت اوف اوكلوزال بلين، انه انا عندي الاوكلوزال بلين السطح الاطباقي جاي مستوي ولا جاي في شويه ميلان. استابليشنج اوكلوزال بلين، اول في انا عندي حاجتين او تو لاينز عشان اني انا احدد فيهم اللي هو الاوكلوزال بلين. في انا باجي عند الانسس انسايزال فيزيبيليتي وانتر بابيلاري لاين، هذا الانتر بابيلاري لاين اللي هو احنا نيجي هنا مثلا اساس يكون عندكم صوره اوضح شوي، هي هنا الانتر بابيلاري لاين، انا اجيت حطيت هنا الاوكلوجر ريمس للمريض، بطلب من المريض يكون طبعا المريض بالابرايت بوزيشن ينظر للامام، بحط هذا المسطره يطلع عليها، لازم تكون هاي المسطره اللي جايه على الانتر بابيلاري لاين مع توازي كامل مع المسطره اللي انا حطيتها، او هذا اللي احنا بنسميه كمان فوكس بلين جايد، مع اللي هو مستوى بالانتيريور بوزيشن للاوكلوجر ريمز، لازم يكونوا ايش مالهم متوازيات، هذا اللي احنا بنسميه انتر بابيلاري لاين اللي هو جاي انا عندي انتيريور اوكلوزال بلين. جميل، هسه بنيجي احنا هون برجع لكم لهي الصور، بنيجي لموضوع الماكزيلاري اوكلوجين بحاله ايش؟ الكامبرز لاين اللي هو انا بيجي عندي انتيريور بوستيريور اورينتيشن اوف اوكلوزال بلين، بيجي انا عندي التريجوس لاين اللي هو ال اوف ذا نوز تو ذا تريجوس اوف ذا اير، من اسفل الانف لشحمه الاذن بيجي عندي هذا الخط، لازم يكون جاي مع باراليل مع ايش؟ العضه الشمعيه. طب ليش انا لازم يجي عندي شوي مايل؟ لانه احنا اتفقنا يا جماعه انه انا عندي ارتفاع العضه الشمعيه بالبوستيريور اريا تقريبا 18 ملم وبالمنطقه الاماميه 22 ملم، مظبوط؟ لازم يجي انا عندي الخطين لما احطهم مع بعضهم يكونوا ايش مالهم؟ متوازيين. هي انا عندي هنا الا تريجوس لاين من الا اوف ذا نوست تو ذا تريجوس اوف ذا اير، لازم يجوا بيناتهم ايش ماله؟ توازي، اذا ما كان في بيناتهم توازي في مشكله. في عندي كمان طريقه اخرى انا بقدر استعملها لاستفيد انا من اللي هي البوستيريور اوكلوزال بلين اللي هو باروتيد داكت او ستينسنز داكت، تمام؟ هذا الستينسنز داكت بيفتح، انا بعرف وين موقع الاوكلوزال بلين، بيجي مستواه ربع انش اسفل الستينسنز داكت. هسه الستينسنز داكت وين بيفتح يا جماعه؟ بيفتح في منطقه اللي هو السكند مولر اريا، صحيح؟ في منطقه السكند ماكسيلاري مولر اريا. فانا بشوف وين بيفتح هذا الداكت، بنزل منه تقريبا ربع انش وبكون عندي مستوى الاوكلوزال بلين. اذا انا عندي في انتيريور بلين اللي حكينا عنه هون الانتر بابيلاري لازم يكون متوازي مع العضه الشماليه اللي انا حطيتها بالامام، في عندنا اللي هو الكامبرز بلين او الا تريجوس بلين اللي هي للخلفيه. طيب هسه هون لما انا بدي اركب العضه الشمعيه للمريض، انا كم المسافه اللي بدي احطها؟ يعني في هون قياسات، لازم يكون الانتيريور هايت اللي هو ارتفاع الامامي للعضه الشمعيه اسفل الشفه هون تقريبا من 1 ل 2 ملم، تمام؟ لما المريض ايش ماله؟ يبتسم ابتسامه خفيفه سميها سلايتلي سمايل، مش ابتسامه قويه، الابتسامه القويه راح استفيد منها على اساس احدد ايش ماله؟ الموقع اللي هو اسفل الانسايزرز اللي هي موقع اللي هي النك للانتيريور تيث، بس الابتسامه الخفيفه راح انا احدد منها اللي هي من 1 ل 2 ملم. touches where and with line of flower when F or V sounds count من 50 ل 60. احنا من طبعا ابتسامه خفيفه بنخلي المريض يعد من يعني من 1 ل 50 او من 1 ل 60 تمام، او من 50 ل 60 على اساس يعطيني هاي الفريكاتيف ساوند اللي هي الاصوات الاحتكاكيه، بعد ما بعد لي من 50 ل 60 بنخليه يهدى بتعطيني هاي اللي هي لازم يكون من 1 ل 2 ملم اسفل الشفه. هسه اوكي الواكس ريم بدنا احنا نحط عليه الاسنان، مظبوط؟ بدنا نصف عنده الاسنان. طب مدى الاسنان اللي احنا لازم نشوفه كم لازم يكون عندنا ايش مالها اللي احنا ظاهره لنا؟ هي بتختلف حسب جنس المريض، حسب عمره، وحسب نوعيه ايش؟ الشفاء. كيف يعني؟
إذا أنا عندي طول الشفرة جاي من 10 ل 20 ملي متر، لازم يكون الانسايز الديسبلاي، يعني الجزء اللي انا بشوفه من الاسنان اللي بركبه للمريض، يعني الجزء اللي احنا رايحين نشوفه، بيكون من 3 ل 4 ملي متر. اذا كانت عندي الشفه اطول، فبكون الانسايز الديسبلاي يعني الاسنان المرئيه راح يكون اشمله اقل 2 ملي متر. طب اذا انا عندي طول الشفه صار من 26 ل 30 ملي متر، راح يكون الانسايز الديسبلاي 1 ملي متر. طب اذا المريض اوريدي عنده شفة طويلة جدا، تمام؟ يعني هذا المريض حتى بالوضع الطبيعي شفته كثير طويلة، حتى لو بضحك ما بين اسنانه، انا بكون عندي الانسايز الديسبلاي صفر. اذا ضروري يا جماعة انا اعرف طول الشفة اساس اعرف انا مقدار الانسايز الديسبلاي، اللي هي مقدار الاسنان اللي لازم يبينه حسب طول الشفة، حسب الجنس وعمر المريض. اذا كان انا عندي مريضة شابة، تمام، بكون انا عندي بلس 2 على اساس اني انا اشوف مليمتر. اذا كان عندي ميل بكون اقل بلس 1. اذا عندي الميدل ايج يعني بالخمسينات مثلا مريضه، بكون عندي بلس 1. اذا عندي ميل صفر. طب اذا انا عندي اولد في ميل، بكون انا عندي نسبته 0 مليمتر للانسايز الديسبلاي، بكون عندي للمريض الكبير بالسن للذكوري بكون عندي اقل، يعني جاي اقل 1 مليمتر من اللي هو الليب لينك. هذا بالنسبه للمرضى اللي بيكون كبير بالسن. قلنا يا جماعه هذا الحكي شو المقصود فيه، تمام؟ طيب أيوة. هسه احنا متى ما احنا عملنا الاوكلوزال هايت، كل هذا كنا نحكي عنه، كنا نحكي على ايش يا جماعه؟ على الماكزيلاري اوكلوزال بلين، على الماكزيلاري اوكلوزال ريمز. جميل. اول شيء احنا بنعمل المريض، اول شيء احنا بنخلص اللي هو الماكزيلاري قبل الماندبل، جهزنا احنا الماكزيلاري، تمام. راح انا احصل لما باجي انا احضر للماندبل، تفضل واحد بحكيها. طيب نيجي هسه لاستابليشنج اوكلوزال بلين للمانديبولار اوكلوجر ريمز. في انا عندي انتيريور هايت وفي عندي بوستيريور هايت. بالنسبة للماندبل، لما أنا باجي بحط الركور بيزو على الارتفاع الشفوي، ركزوا يا جماعة معي شوي، لازم يكون الانتيريور هايت إيش جاي؟ جاي مع مستوى زوايا الفم، الكورنر أوف ذا ماوث. يعني لازم أنا يجي عند الكورنر أوف ذا ماوث، مسطره جاي متوازي بالضبط مع ارتفاع الاوكلوجن ريمس على الماندبل. هون شو حكينا إحنا على المجزلة يا جماعة؟ إنه لازم يجي أصغر من 1 ل 2 ملي متر، بحال انه المريض يعني اطول، يعني مبين من 1 ل 2 ملم، بحال انه المريض عمل لي سلايتلي سمايل، انه عمل ابتسامه خفيفه، لازم يكون مبين من 1 ل 2 ملم، تمام. بوستيريورلي من الجهه الخلفيه، لازم الاوكلوجر ريمز لازم يكون ماشي مع ارتفاع الريترا مولار باد من نص لثلثين، يعني ما لازم يكون ارتفاع الاوكلوجر ريمز نفس ارتفاع الريترا مولار باد، هذا يعتبر شيء خاطئ، تمام. اذا لازم يكون ارتفاع الاوكلوجر ريمز بالمقارنه لارتفاع الريترا مولار باد جاي من نص لثلثين ارتفاع الريترا مولار باد. احنا هون مقسمين لكم اياها مثلا لثلاث اشارات، هون للفول، هون للثلثين، هون للنص. اذا الارتفاع لازم يكون من نص لثلثين الريترا مولار باد. طبيعي انه لازم يكون انا عندي اوفر جيت، بحيث انه الماكزيلاري اوكلوجر ريمز عامل اوفرلاب طالع لبرا من المانديبولار اوكلوجر ريمز، وهذا اللي حكينا عنه الاوفر جيت لازم يكون عندنا من 1 ل 2 ملم. جميل. انستريند ليب برمليون بوردر شوينج. الحين احنا هون لازم يكون انا عندي الشفايف غير مشدوده، بحيث لما انا بدي اركب له الابر واللور، تمام، انه يكون انا عندي ما يكون عندي الشفايف شادين على بعضهم، تمام. وهاي الفيرميليون بوردر، هاي بتشوفوها الفيرميليون بوردر يا جماعه، هاي الفيرميليون بوردر لازم تكون مبينه، مش يعني انها مخفيه لا الاسفل او طالعه كثير لبرا. هاي الفيرميليون بوردر اللي هو يعني المنطقه اللي بحطوا عليها الصبايا الليبستيكس، لازم تكون ايش مالها واضحه، ما صار لها اي اختفاء. اوكي. طيب هسه بنيجي للفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن والهوريزونتال بالفيرتيكال ريليشن،
والاستابليشنج الجو ريليشن بالهوريزونتال ريليشن، استابليشنج فيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن الفي دي او، اللي حكينا ان الفي دي او بضيف انا عليه من 2 ل 4 ملم وبحصل الفيرتيكال دايمنشن اوف ريست. مظبوط. كيف انا بدي احصل الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن؟ عندي مرجعيه اسمها فيزيولوجيك ريست بوزيشن بي ار بي، بقدر انا احصلها اللي هي عن طريق الانتروكلوزال ديستانس اللي هي حركه المانديبل. بستخدم انا نطق بعض الاحرف الصوتيات اساس يكون لي مرجعيه اعرف كيف احصل الفي دي او. النواحي الجماليه الاستيتيك از جايد، كيف احنا بنقسم الوجه لثلاث اقسام متساويه، تمام؟ كيف انه استعيد انا ارجع لهي المرجعيه على اساس انا استعيد الثلث السفلي اللي صار فيه اعتلال او خلل. ريفرنس تو بريفيوس دينتشر بري استراكشر ريكورد. اذا هنا هذا الحكي حكينا عنه، بنرجع له كمان مره، انه انا عندي الفيزيولوجيك ريست بوزيشن البي دي ار يساوي الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن زائد الانتروكلوزال ديستانس. ونجيب لكم عليها مثال، لو كانت انا عندي الفيزيولوجيك ريست بوزيشن 24 مليمتر، فبالتالي بتكون البي دي او من 20 ل 22 مليمتر، لانه شو راح نضيف عليها؟ الفري وي سبيس اللي راح تكون من 2 ل 4 مليمتر. مظبوط الحكي يا جماعه؟ ضروري ان المريض يكون بوضع الابرايت بوزيشن اثناء تسجيلنا للفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن، مش بوضع الاستلقاء السوباين بوزيشن، لان حكينا هاي من ضمن العوامل الشورت فاريبلز اللي بتاثر على ايش؟ على الفيرتيكال دايمنشن اوف ريست. طيب بكل بساطه كثير سلايدات رايحين نلخصهم يعني بهذا السلايد. انا باخذ نقطتين، نقطه على الماكسيلا ونقطه على المانديبل، يعني نقطه على الفك الغير متحرك ونقطه على الفك المتحرك. سواء كان هاي النقطتين بهذا المنطقه هنا عند الكولمونيلا او السيمفيتيزز، او كانت النقطه على التوب اوف ذا نوز او التوب اوف ذا تشين، المهم انا بدي نقطتين يا جماعه، نقطه على الماكسيلا ونقطه على المانديبل. جميل. باجي بقيس المسافه فيما بيناتهم. هاي المسافه اللي بدي اقيسها فيما بيناتهم بالشرط ان الوضع الاول يكون المريض بوضع الريست. شو يعني؟ بوضع انه ما عنده شفايفه يدوب طابقين على بعض، ما عنده حركه عضلات، العضلات عنده مسترخيه، تمام؟ شفايفه يدوب طابقين على بعض ومن جوا فيش اطباق بين الاسنان، هذا بنسميه فيرتيكال دايمنشن اوف ريست. بقيس انا هاي المسافه، بعدين بسجلها عندي على ورقه، بعدين بطلب من المريض انه يعمل اطباق كامل والاوكلوجن ريمس اللي هي العضه الشمعيه بفمه. وبرجع لهدول النقطتين لازم يكون قلت المسافه من 2 ل 4 ملم. اذا انا حددت انه قلت المسافه من 2 ل 4 ملم بكون انا سجلت العلاقه الاطباقيه بشكل سليم، تمام؟ اذا هذا الحكي حكينا عنه اللي هو البي ار بي البي دي او والفرق بيناتهم. اذا فيرتيكال دايمنشن اوف ريست ناقص vertical dimension of occlusion يساوي اي دي اللي هو يساوي 4 ملم. في عندنا طريقه ثانيه حتى احنا نقدر نحصل فيها ال vertical dimension of occlusion، هاي الطريقه احنا بنسميها اللي هي الطريقه الاحساسيه. كيف يعني؟ يعني احنا بنحط اصبعنا على اسفل ذقن المريض، تمام؟ نطلب من المريض انه اول شيء يسكر الشفايف. تفضلوا. أي جماعة نطلب من إن المريض يعمل بيرلي توتشينج، تمام؟ يدوب شفايفه يلمسوا في بعضهم. إحنا بنحط الفينجر أسفل للتشين، بنخلي المريض ينظر للأمام. حركة المانديبل اللي عندنا راح تكون عندنا إيش مالها؟ اللي بنقدر على إثرها اللي هي الاحساس بحركه المانديبل عشان نسجل فيها الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن. طيب شوفوا يا جماعه، انا عارف انه وقت المحاضره خلص، بدي احكي لكم حاجه هسه. اذا انا ما لحقت